ولكنه كله وثائق عدليه التي تتعلق بالحماية بتحقيق حق نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة اليوم تحديدا لذكرى تقديم وثيقة مطالبة الاستقلال واستحضارا لهذه الملحمة وما تبعها من نضالات الشعب المغربي مع المؤسسة الملكية من أجل تحقيق ما وصل إليه وطننا العزيز اليوم. وبهذه المناسبة والمناسبة تشرف نعقد ندوة مشتركة بين هيئتنا العتيدة هيئة المحامين بتطوان وجماعة تطوان، موضوعها تاريخ تطوان من خلال أرشيف الذاكرة القضائية بتطوان، ولعل الذاكرة القضائية هي جزء من الذاكرة الجماعية الوطنية وهي تعكس شموخ المؤسسة القضائية ببلادنا. وأيضا بهذه المناسبة لن يفوتنا أن نعلن علاقة شراكة وتفاعل بين المؤسستين هيئة المحامين بتطوان وجماعة تطوان من أجل التدامس وتعبير تشاركي لكل القضايا المشتركة التي تهم مدينتنا والتي تهم وطننا، خدمة للصالح العام وخدمة للمصلحة الفضلى للوطن. تنظم جماعة تطوان بتنسيق مع هيئة المحامين بتطوان ندوة حول تاريخ تطوان من خلال الأرشيف القضائي. هذا التاريخ الذي تبرزه الوثائق الموضوع اليوم رهن إشارة الباحثين والمهتمين برواق هيئة المحامين بتطوان، والذي يضم يعني وثائق هامة متعددة اللغات بالعبرية والإسبانية والعربية التي تزخر بها هذه المدينة منذ عهد الحماية من صادرة عن المحكمة الشرعية صادرة عن محكمة السادات وما إلى ذلك. اليوم نقول أن جماعة تطوان وهيئة المحامين بتطوان يقوم بتحيين الذاكرة القضائية في هذه المدينة.